اهلا بيكم، السلام عليكم يا جماعه، ازيكم؟ انا محمد، لونج تايم نو سي، بقى لنا كتير ما شفناش بعضينا. بصوا بيني وبينكم، انا بقى حاجه من المهنه، يعني انا بس هبتدي بقى اعمل فيديوز جديده، لان كتير ما ظبطتش انا واحمد ياسر صاحبي كنا بنعمل حاجه اللي هي كوميدي جدا جدا. اي ثينك ذا سو اللي احنا كنا بنعمله ده كان عبيط شويه، في ناس كتير شتايم كتيرة ومشاكل كتيرة حصلت ما بيننا بالنسبة للفيديو ده بتاع كوميدي جدا جدا. أنا مش عارف أقول بصراحة، أنا بعتذر وبقول يا ريتني ما كنت عملت الفيديوز دي. المهم أنا هعمل فيديوز جديدة يا جماعة، يعني فاني فيديوز، ممكن مثلا نفتح ألعاب، مثلا أنزل أنا وأصحابي أونلاين كده بالفويس بتاعنا أكيد. يعني فيديوز حلوة كده. المهم ما علينا، فأنا ابتدي أول فيديو معايا النهاردة، ويارب يعجبكم الفيديوهات اللي أنا هبدأ من النهاردة أعملها. النهاردة يوم إيه يا جماعة؟ النهاردة خميس، يعني عيد إبليس وكله بيبس. المهم يا جماعة، يارب اكون هيعجبه اللي انا هعمله دلوقتي. فتعالوا مثلا نلعب اي حاجة، مثلا تعالوا مثلا يعني اوريك كومنتري ماينكرافت، تعالوا نشوفها. المهم معانا ماينكرافت فتحت كومنتري. سوري يا جماعة، أنا كنت حاسس بعمل ستوب عشان بيجيب مدة طويلة جدا ما فتحتهاش، يا رب يعني يكون هيجيب كل اللي أنا هبدأ أعمله دلوقتي. بعدها كوميديا جدا جدا، لا والحاجة اللي عملت دي كنت عادي يعني. برضه لو ماينكرافت فتحت بي سي اديشن سينجل بلاير مالتي بلاير، تعالى ننزل سينجل بلاير شوية. تعالوا ندخل مثلا ندخل كرييتيف، اوريكم حبة حاجات كده. بس ده كاني كاني انا في سوير سرفايفر، اكيد كنت عامل حبة حاجات كده غريبة. أو لا أكيد ده في تعالوا نعمل هونت أو ديكو حالا نعمل نفسي عشان لو أنا كنت كريتيف بس هبدأ من كده فيديو تمام. المهم انا معرفش ان هي عندي ماينكرافت فيها لاج يا جماعة، حاجة هي ويندوز 7 بس معرفش كارت الشاشة بقى او البي سي ده جدا عندي. المهم عايز اغير يعني، حتى دي كوميدي جدا جدا عندي. مش احنا صلحنا يا جماعة، انا صلحت مش جاي ولا بيت ولا اي حاجه. حلوه ايه ده الفيديو اللي نزل ده التاني ولا هما مستعبطين ولا هما نزله؟ تعالوا نحاول ندور على البيت، اللاج الفظيع اللي عندي
How am I gonna learn? I don't think.
hacer eso, mejor voy a más que nadie. Ok, ok. A mí se me ya a mí. Me faltó un bus, me suena el mismo por swing. No, ok. Nunca perder. الفيديو ده وان شاء الله اشوفكم في حلقة ثانية. السلام عليكم، باي باي.